السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وغادي نتكلموا يعني على نقولوا باللي اللاعبين تاعنا اللي راهم عندهم بطاقات صفراء يعني وين مهددين يعني في المباراة تاع بوركينا فاسو، وين من أجل تجنب العقوبة 4 اللاعبين مرشحين لغياب أمام جيبوتي أو حضور أمام حنا ماذا بينا وهدرتها ونعاودها، ماذا بيا كاين لاعبين اللي راهي عندهم بطاقة صفراء مهددين، يعني تيضربك واحد كيما زروقي عنده بطاقة صفراء قادر كون جيبوتي يدي. علاه قلت لكم بلي انا راني كاين رانا نربحو ب 8-6 وكي ندو بطاقه صفراء كلي شغل مركاولي بنت، والله العظيم كلي شغل مركاولي بنت، بطاقه صفراء ماشي مليحه. هاي راهي كيما الناس بالكم غالطين بالناصر اللي راهي عنده بطاقه صفراء، بالناصر فاني كي عنده بطاقه صفراء ما راهمش يجبدوا عليها كاع، ما عرفت عليها كيما ما يجبدوش عليها، انا ما تجبدوش عليها بطاقه صفراء تاع بالناصر، عنده بطاقه صفراء على ما تجبدوش عليها، باش يكون على بالكم. عطاها له لاربيت تاع بوركينا فاسو في مارس، مدها له باش يكون على بالكم، وين يواجه المنتخب الجزائري لكرة القدم خطر غياب عدد من اللاعبين عن المباراة المقبلة أمام جيبوتي في إطار الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم ل 2022 بقطر. والقرار الصائب وهو من المتوقع أن يقوم الناخب الوطني جمال بالماضي بإعفاء الرباعي جمال بن عمري يوسف عطال ورامي بن سبعيني ورمزي زروقي. أنا من هذو يعني رمزي زروقي ما نكذبش عليكم، والله لا رمزي زروقي أنا خايف واحد كيما رمزي زروقي ما يلعب لكش كونت بوركينا فاسو، يعني وكان هو حاسم ضد بوركينا فاسو في مراكش، في مراكش كان حاسم مولع. حنا دروك الى جيبوتي ندو قدامها بطاقات صفر، والله لا نقول لكم عيب، والله لا عيب. النهار اللي بن عمري دا بطاقه صفراء امام جيبوتي ايش ما حقاش كاع، ما نديش والله ما نديها كاع، ما نديش هي اللعابه جيبوتي ولا يقيسوها ويعاودوا يولوا الراو ندي كونتر عليهم انايا بطاقه صفراء، والله ما نديها كاع كارتو، كاش كارتوكم معاهم كاش نورمالمون كاش كاع. النيجر زروقي مدة واحدة كونتر النيجر ما بغيش هذيك، تبان لي بلي مركا وتبان لي بلي مركا ونا بنت، والله العظيم واش عم خطا نهدرها. وين من المتوقع أن يقوم جمال بالماضي بإعفاء رباعي جمال بن عمري يوسف عطار رامي بن سبعيني ورمزي زروقي من لقاء جيبوتي رغبة في استفادة منهم خلال لقاء الحاسم والمرتقب أمام بوركينا فاسو في الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الأولى. يعني غادي تكون مباراة لازم حسابات جزيئات صغار، مباراة اللي غادي تلعب على جزيئات صغار، مباراة اللي غادي نشوفوا باللي ما غاديش تكون سهلة على بوركينا فاسو، ما غاديش تكون سهلة علينا، يعني يجب الحذر منها خاصة بهذو اللاعبين. باش احنا نعرفوا باللي التشكيله المفضله عند جمال جمال بالماضي لو كان يكون بن عمري مليح ويكون بن سبعيني مليح وعطال يكونوا في القوه تاعهم، نعرف باللي انا نعرف هذه وحسب ما رانا نتبعوا من 2019 ورواح، يعني التشكيله المفضله هذه بولحي عطال بن سبعيني بن عمري ماندي زروقي والرباعي القدام بالناصر بونجاح بليلي وفيغولي ومحرز، هذه باش يكون على بالكم. حنا هذه التشكيله تاعو المفضله تاع تاع بالماضي لو كان ما يكونش كاين اصابات كاع، تشوفهم يلعبوا كوب دافريك ويلعبوا ماتش دو باراج يلعبوها نورمال. ويملك لاعبون المنتخب الوطني في رصيدهم انذار واحد وان تحصلوا عليه خلال المباريات الاخيره لمحاربي الصحراء، وتنص لوائح الاتحاد الافريقي لكره القدم على ايقاف اللاعب الذي يتحصل على انذارين خلال تصفيات مونديالية لمده مباراه واحده قبل العوده للمشاركه بشكل طبيعي، ولن يجد بالماضي صعوبه
في تعويض الرباعي المذكور أمام جيبوتي في ظل امتلاكه عناصر مميزة فضل على ضعف المستوى المنافس الذي تأكد عدم صعوده للمرحلة النهائية من تصفيات، وعلما بأنه خسر من الخوض بنتيجة 8 أهداف في الجولة الأولى. ويتنافس الخوض وخيول بوركينا فاسو على ورقة التأهل في المجموعة الأولى إلى الدور الفاصل الخاص بتصفيات يعني القارة السمراء المؤهلة لمونديال قطر، حيث يتقاسم منتخبين الصدارة برصيد 10 نقاط وقبل جولتين من اختتام المجموعة التصفوية، لكن بالأفضلية للمنتخب الوطني بالأهداف. على هذيك نقولوا حنايا اليوم وين نشوف باللي المنتخب الوطني الجزائري لاعبين يعني هذو، وهدرتها راني في 3 أيام ولا هدرتها، لو كان نقول باللي المنتخب الوطني وين نقولوا باللي المنتخب الوطني الجزائري ماهوش جيبوتي، ماهوش المنتخب اللي غادي يشدنا، ماهوش المنتخب اللي غادي يشدنا. جيبوتي عيب، انا والله العظيم جيبوتي نلعب بلها بوداوي، نلعب لها يعني نلعبولها بالفريق الثاني تاع بالتشكيله الثانيه والله بالاحتياطيين، عيب جيبوتي. فانك لازم فانك وهي مليحه، وهي مليحه كل فريق ونلعبوا له كل شغل بين كل منتخب نلعبوا له كل شغل بين البرازيل. هذه مليحه، واه مليحه، هذه شخصيه تاع اللاعبين، شخصيه تاع مدرب، يعني ما كاش تسامح، هذه مليحه. بصح راه عندنا يعني ما تنجم تدي بطاقه حمراء، تنجم تكون يعني تدخل بدون قصد الاربيت طب بطاقه حمراء، يعطيك يضربك ببلوك يطيحك، طيحك انت اش غادي دير؟ حنا زروك انت زروقي، يجي لاربيد فيزي لك زروقي يا خويا فيزينا هذاك سلم تم اي راح لي راح ما غاديش يلعب لك. على هذيك نقولوا بلي يا ودي المنتخب الوطني الجزائري لازم الحيطه والحذر، هو نقولوا بلي غادي بالك ما يلعبوش، بالك يلعبو خاطش على راه معنا اللعابه، راه معنا صح صح طوبه يعني تروازيام شوا، نقولوا طوبه تروازيام شوا، ما نقول قادر يلعب طوبه امام جيبوتي مع ماندي، قادر يلعبهم نورما، قادر يلعب منا زفان، يلعب منا فارس، يلعب بوداوي، يلعب زرقان، يعني يلعب ايلان، يلعب عموره، يعني قادرين، كاين لعابه، كاين لعابه، كاين قادر يلعب رشيد غازال كسموه ادم الوناس اللي غادي يكون حاضر ان شاء الله بربي، ويكون هو شو ادم الوناس غادي يكون، هذا ادم الوناس عقله مليح، هو اللي غادي يكون مفتاح، هو اللي غادي يكون مفتاح في المباراه ضد بوركينا فاسو، عقله عليها مليح هذه، خاطش ادم الوناس اللي خلط اي مدافع اللي تاكل على روحه في الموند، يودر اي دفاع، والله لا يودر اي دفاع اللي يكون تاكل على روحه في الموند، ما كاش. انا نعرف اللي ادم الوناس اللي غادي يكون هو الغانجو اللي غادي نذبحوا بوركينا فاسو في ملعب الشهيد مصطفى تشاكير، هذه باش يكون على بالكم. حنا المهم المباراه هذه اللي غادي تكون في صالح المنتخب الوطني، حنا رانا نتكلموا برك يعني مشان نخوفوا في الغاشي، ولا مباراه ما غاديش تكون نقولوا سهله، بس غادي تكون في صالحنا، ما غاديش تكون سهله، مباراه اللي تكون صعبه، سبحان الله، مباراة اللي تلعب ب 90 دقيقة، لازم ما غاديش تكون مفاجأة، خاطش على بوركينا فاسو غادي يجوا هنا في ريسانهم خاسرين، غادي يدخلوا للجزائر خاسرين، خاطش على خاسرين، غادي يلعبوا من أجل الفوز وفقط، وهذه من المستحيلات باش يفوزوا علينا، من المستحيلات باش يفوزوا علينا، هما كلو كانوا جايين يقول لك نلعبوا على النيل ونلعبوا منه ونلعبوا، بالك يصعبوها لنا، بصح باش يجي في راسه بيحل اللعب ويلعب بنا ويربحونا، هذه ما كاش منها، خاطش علاه نشوفوا نهار بوركينا فاسو، نهار اللي يلعبوا لنا تاع بوركينا فاسو، نهار اللي يلعبوا لنا يا جماعه نقول لكم بوركينا فاسو حنا بريمير ميطو نورمالمون خرجوها بربعه، انا شعبل واحد كان يكومونتي لي قالوا لي كيف كنت تقول باللي نربحوا بربعه، وا كنا غادي نربحوا بربعه، هاو صح كنا غادي نربحوا بربعه، على كذبت فيا انا، كذبت فيا انا بريمير ميطو كنا غادي نخرجوهم على الاقل بثلاثه، على الاقل اهداف محققه ضاعت في 20 دقيقه الاولى، 20 دقيقه الاولى ضاعت، كيف نقول باللي نربح نورمال، نورمالمون نربحو نورمال، قضيه تاع جزئيات صغار، دوزيام ميطو الحاكم، قلت لك الحاكم ما كاش منها، الخسران اللي صرا
كاش من الحاكم يقول لك الحاكم، الحاكم على تاع مين ضربت فيه كرع بونجاح الاربيت ردها ول سليماني ميتري بلا جوار وضربها على الجارديا فماك الاربيت صفر. لا يا جماعه ما نروحوا لجزئيات صغار، نروحوا نروحوا الحاجه الكبيره اللي ضاعت لنا في الشوط الاول، الحاجه الاولى اللي ضاعت لنا في الشوط الاول هذه هي. ونتمنوا نجاح حنايا.